جد سعيد بتواجدي طبعا في مهرجان الدار البيضاء. هذا شرف لي نكون في هذا المهرجان الرائع وي كازابلانكا، وكنتمنى الجمهور يكون سعيد هو كذلك بتواجده معنا. يمكن هذه اول مشاركه ليا، فكنتمنى تكون ان شاء الله بعد مشاركات اخرين. اللي صراحه كنوجه تحيه للمنظمين على هذا التنظيم الجميل، على هذا الاحتفاء بالموسيقى المغربيه والعربيه. صافي بليزير صراحه. يعني بالنسبه للجمهور ديالك يعني ولفك في اللون الترابي، واش غتكون شي مفاجاه؟ هو شوف اللون الترابي راه هو الموسيقى، يعني الموسيقى عندها كنقدر نقول لك الموسيقى تساوي الطرب. الا ما كانتش غادي تروي يعني كتغدي الروح كطرب يغدي الروح، فما ما كنتسماش موسيقى. فانا كندير كنحاول اللون الترابي ماشي بداك الشكل الثقيل اللي كتعرفي، ولكن بشكل خفيف شويه اللي يكون مقبول عند الاذان ديال الجمهور الشاب، وفي نفس الوقت فيه الحس الترابي الفني. انا فرحان بزاف انني متواجد ومن بين الفنانين تم الاختيار ديالهم في مهرجان وي كازابلانكا، مهرجان الموسيقى المغربيه بكل الاطياف ديالها، وخصوصا انا عزيز عليا هذه المدينه بزاف وجمهورها، ومن اكثر الناس اللي متبعيني في لي ريزو سوسيو هما من كازابلانكا، وفرحان انني نتقاسم معاهم الاغاني اللي كيبغيو، وسيرتو انا غنيت في الاغنيه ديال انا مزوق فيك عليهم على ديني الدار البيضاء بلاد كبيره وعريضه، دونك هذه فرصه باش نتلاقى معاهم. بالنسبه للجديد ديالك؟ الجديد ديالي هي اغنيه درت مقطع منها دابا مؤخرا، هي اغنيه تدعي معايا الوالده، هي اغنيه راي يعني غنغنيها اول مره حصريا هنا في وي كازابلانكا، وغادي يكون الاصدار ديالها غدا ان شاء الله. المهرجان تيدخل في اطار تسويق العلامه الترابيه ديال وي كازابلانكا اللي انطلقات في 2016، وهذه النسخه الرابعه ديالها. بالنسبة لنا هاد السنة فكيف لاحظتوا في البرمجة فحاولنا نوضعوا الأغنية الشبابية في الواجهة وكذلك الأغنية الأمازيغية. وبالنسبة لنا زعما الحمد لله اليوم ما قبل الأخير فيما يخص هاد لاسين ديال ليسباس توغو، يعني الحمد لله كان واحد التجاوب كبير مع الساكنة ديال مدينة الدار البيضاء، والناس جاو تلقائيا يعني للساحة، والحمد لله فصل الصيف هو تيساعد لان الناس يبغيو شويه ديال الترفيه شويه ديال التنشيط. فالحمد لله يعني هذه السنه بالنسبه لنا النسخه الرابعه فهي كانت ناجحه 100%. ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.